الاخوان المحاضرين والاخوان المسؤولين الفنيين على الورشه، كذلك الساده الحضور المستمعين والمشاهدين الحضور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم ان شاء الله مثل ما تعرفون كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه سباقه في اقامه هذه الورشات، وعلى مر الفترة السابقة بسبب كورونا فكان لها دور كبير في إقامة ورشات كبيرة، ومن هذه الورشات تدخل مجموعة كبيرة من المحاضرين العرب. وبالتأكيد اليوم راح يكون السادة المحاضرين دكتور أحمد ودكتور رعد، هم أيضا ناس أكفاء في مجال عملهم في مجال كرة اليد. مثل ما تعرفون لعبة كرة اليد كانت اللعبة مميزة في تاريخ الألعاب العراقية وإنجازات كبيرة، وبالتأكيد الورشة راح تخدم أهل كرة اليد صورة خاصة، عائلة كرة اليد. مثل ما تعرفون في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الأم هناك السادة التدريسين الذين يتميزون بالناحية العلمية مجال عملهم إذا كانوا مدربين أو حكام، فبالتأكيد المحاضرة سوف تزيد من معلومات وافية وكبيرة. أتمنى للسادة المحاضرين التوفيق، وأتمنى للسادة الحضور الاستفادة من هذه الورشة، والله ولي التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور صباح على هذه المقدمة الجميلة، شكرا لتواجد حضرتك. أنا أترك المايك لزميلي دكتور أحمد راح ينطي نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لحضرته وأيضا عن زميلة دكتور رعد خنجر، وبعدها يبدي بمحاضرته. تفضل دكتور أحمد المايك لك. شكرا جزيلا دكتور طارق دكتور صباح. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أقدم شكري وتقديري لعمادة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة والجميع العاملين في المنصة الإلكترونية اللي يعملون ليل نهارا من أجل خدمة الكلية وإرفاع اسمها واسم الجامعة. تحية لكل المشاركين، وبصراحة اليوم راح تحوي هذه الورشة على أكاديميين وعلى رياضيين لاعبين وعلى أبطال كمدربين، فأتمنى الموفقية للجميع إن شاء الله. أحمد تميس راضي دكتوراه بالتربية الرياضية، لقب أستاذ. مثلت عدة أندية كنادي الترك ونادي الشرطة وبعض المنتخبات الوطنية، وعملت في مجال التدريب من 2015 لحد عام 2020 مع نادي الترك كمدرب مساعد. وبصراحة راح نخوض اليوم هذا الموضوع اللي هي الحبال المطاطية وأدوات التوازن واستخداماتها بكرة اليد لعدة أسباب، إنه هذه تعتبر من الحلقات الرئيسية والأساسية في المدارس العريقة بكرة اليد مثل المدرسة الألمانية والمدرسة الفرنسية، وتعتبر حلقة رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها. هذه من جهة. من جهة ثانية اللي خلانا نخوض في مجال هذا الموضوع صراحة هو قلة استخدامه في البيئة العراقية بشكل خاص، وخصوصا فيما يتعلق بأدوات التوازن. قد لا نقول انه لا يستخدمها المدربين، لكن يستخدمها ولكن بشكل قليل، وخصوصا ان أدوات التوازن الحبال المطاطية قد يستخدموها المدربين، بدأ يستخدمها اللاعبين نتيجة مشاهداتهم للفيديوهات لبعض اللاعبين المشتركين. لكن من التساؤلات اللي تصير هنا انه متى نستخدم هذه الحبال المطاطية، وما هي اهميتها في كل تمرين، وما هي الفائدة بالتالي للاعب والفريق وبالتالي الوصول الى المستويات العالية والانجاز الرياضي العالي. بصراحة راح نطلع احنا من طور المحاضرات النظرية البحتة اللي قد تخدم فئة محددة كأكاديميين، مثل ما قلنا الورشة تتضمن رياضيين، لاعبين، مدربين، أكاديميين، عاملين في وسط التعليم قد يكون بالتعليم العالي، في وسط التربية. وبهذا راح نخرج عن النظر البحث،
راح نعرض مجموعه من الفيديوهات اللي تتعلق بالاداءات والتمرينات الخاصه بالتبادل المطاطي وادوات التوازن وبيان اهميتها الكبيره على لاعبي كره اليد. قبل ما نخوض بشكل واسع في تمرينات الحبال المطاطية يجب أن نعرف هناك عدة أنواع موجودة حالياً في الأسواق ومتوفرة، وكل الميني باند وكل الصغيرة وكل الكبيرة وكل المقابض وكل الأشرطة الرفيعة، ولكن ما يخدمنا صراحة الأكثر بكرة اليد هي الحبال المطاطية تكون طويلة حوالي تقريباً متراً أو متر ونص، ولكن هذه الحبال بها مقاومات عديدة يجب أن يعرفها المدرب واللاعب. فتقسمها مقاومة عالية وتبدأ باللون الأزرق حسب الألوان طبعاً، وهذه دولية وعالمية، تقسم منها تبدأ بالأزرق والأخضر اللي هي تكون مقاومتها عالية جداً، وتبدأ المقاومة تقل اللون البنفسجي والأسود والأحمر إلى أن تصل إلى اللون الأصفر واللون الأحمر اللي هي أقل مقاومة. وطبعاً كل نوع راح نجي هذه اللي هي استخداماتها وشنو اللي تطور. الموضوع المهم اللي يجب أن نعرفه هنا إنه شنو الفرق ما بين الحبال المطاطية والتمرينات بالأوزان أو بالجيم اللي نستخدمها. عادة هذه الحبال المطاطية تعمل على المجامع العضلية الكبيرة والصغيرة، اللي قد هذه العضلات الصغيرة قد ما نقدر نطورها أو قد يكون غير ملم بها كلاعبين أو مدربين بالأوزان. لو نشاهد أكثر الإصابات اللي تحصل عادة بكرة اليد للاعبي كرة اليد ومفصل الكتف، عادة تصير هناك فترة ترك للاعبين مثل ما نعرف الدوري يخلص قد يخلص في الشهر الخامس، ويبدأ عادة بالشهر التاسع أو العاشر أو الدعش. لهذا يعني اللاعب يجلس بعيدا عن الرياضة أو عن اللعبة التخصصية لمدة 4 أشهر أو 5 أشهر وفي بعض الأحيان إلى 6 أشهر. اللاعبين احتياج 90% راح يكون للقاعات الحديد من أجل المحافظة على اللياقة البدنية أو زيادة القوة العضلية، لكن هنا وين راح يكون التركيز؟ راح يكون التركيز على العضلات الكبيرة بالأوزان، وعادة صراحة اللاعبين يركزون على الجمالية أكثر، راح يشتغل على تمرينات الصدر، راح يشتغل على تمرينات الساعد، راح يشتغل على تمرينات العضد ذات الرؤوس الثلاثة، بينما هناك عضلات صغيرة من الصعب أن تعمل في الأوزان الخاصة بالشفتات والأقراص. مثلاً الكتف مثل ما قلنا من طبعاً المفاصل المعقدة في جسم الإنسان. هناك عضلات صغيرة جداً وهناك عضلات كبيرة تتحكم بهذا المفصل. من أهم هذه العضلات اللي صراحنا قليل نشتغل عليها هي ما تسمى بعضلات اللفاف المدورة أو الكتف المدورة. لو نلاحظ هذا الشكل الأيمن، هذه اللفافة المدورة تتكون تقريبا من 5 عضلات، هي العضلات فوق الشوكية وعضلات تحت الشوكية لو شفتوها عضلات صغيرة، وعندنا عضلات تحت الكتفية، وعندنا العضلة المدورة الصغيرة بالإضافة للعضلة المدورة الكبيرة. مثل ما قلنا التركيز وين راح يكون؟ راح اللاعبين أو المدربين نتيجة قلة فترة الإعداد راح يركز على العضلات الكبيرة مثل العضلة الدالية والعضلة المثلثة، عضلات الساعد، عضلات الصدر الأمامية، لكن هذه من الصعب تطويرها، وبالتالي وهذه العضلات طبعا اللفافة المدورة المسؤولة عن التقريب والتبعيد والتدوير الكامل لمفصل الكتف. فبالتالي عندما يقوم اللاعب هذه أو المدرب يركز على العضلات الكبيرة مهما ركز عليها ومهما طورها، بالتالي من يحصل خاصة كرة اليد مثل ما نعرف احنا لعبة كرة اليد لعبة سريعة تتميز بالاحتكاك نتيجه السماح القانون بعض الاحيان بالاحتكاك البدني مع المدافعين، فنجد وخصوصا في حاله سحب الذراع من الخلف، فمهما كانت هذه العضلات كبيره لكن هذا العبء راح يكون
كبير على المفصل، وبالتالي هذه العضلات الضحكة ما تتحمل هذا المجهود، وبالتالي تتعرض إلى التمزق أو خروج المفصل من مكانه. والعديد 70 إلى 80 من اللاعبين يعانون من هذه الإصابات في التمزقات في العضلات، في عضلة العضد أو في أعلى الكتف أو تصير مشاكل عنده في مفصل الكتف. كذلك لو نجي على من نسمع، احنا نسمع انه العضله الضامه، لكن العضله الضامه تتضمن من 5 عضلات، اكو العضله العانيه، اكو العضله المقربه الصغيره، اكو العضله المقربه الكبيره، اكو العضله المقربه القصيره، والعضله المقربه الطويله. هذه كلها مسؤوله عن هذه الحركات التقريب والابعاد. اللي اريد اوصل له انه هذه الحبال المطاطيه تعمل وبشكل كبير على تطوير هذه العضلات الصغيره، وبالتالي راح تحمي المفصل بشكل كامل، لان المفصل لا يعتمد على عضله واحده او عضلتين مثل ما قلنا هذا المثال البسيط على الكتف، ولكن تشترك كل هذه العضلات في العمل. فعندما يحصل هنا قصور في هذه العضلات راح بالمجمل تؤثر على عمل المفصل، وبالتالي راح يتعرض الى اللاعب الى الاصابه او ضعف ايضا في الاداء في المراحل الجايه بالفيديوهات القادمه. كذلك الحبال المطاطيه تساعد على تحفيز العضلي الكتف، ومجرد ان يعمل بها اللاعب راح يشوف هناك تغيرات في المقطع الفسيولوجي للعضله، راح يشوف بانه هناك تهيئ كبير من قبل الاربطه والاوتار بالاضافه الى المفصل، وبالتالي راح يتحفز اللاعب على اداء مجهودات كبيره والدخول الى القسم الرئيسي. نقطة أخرى من النقاط اللي الفروق بين الحبال المطاطية والأوزان الحرة اللي تستخدم في القاعات، إنه هذه إنه الأوزان عادة ما تؤثر على الأربطة والمفاصل، وبالتالي يكون عملها عكسي على اللاعب، وخصوصا إذا كانت هذه التمرينات خاطئة. والصراحة والأسف يعني أنا واحد من الناس اروح دائما للقاعات الجيم او في فتره الاعداد، كنت اقود فريق الخمس سنوات، كل سنه لاعبين جدد، من ندخل اول ايام في القاعه او في القاعات الخارجيه اشوف اكثر التمرينات اللي يؤدوها هي خاطئه، والسبب او الخطا مو منهم، لان صراحه اللاعبين قد ما يكون تلقوا التعليمات الصحيحه. ابسط مثال مثلا هو الدبني، أنا بدي أوضح هاي النقطة. هناك نقطتين رئيسية بهذا المجال. النقطة الأولى في تمرينات الدبني، وصراحة أكو أخطاء شائعة بهذا، تصل إلى 80-90% من اللي يأدوها. أول نقطة يركزون عليها طبعا المدربين والاختصاص إنه مستوى الرطبة، إنه ما يطلع حافة الحذاء الأمامي. ليش؟ من تطلع الحافة من الحافة الأمامية للحذاء، بالتالي راح يسلط ضغط وين؟ على الرباط الصليبي الامامي، واضافه الى وتر الرقبه، وبالتالي راح تولد ضغوطات على 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 مفصل الركبه والاربطه اللي به، وبالتالي راح يتعرض الى الاصابه، او نتيجه تراكم هذه التمرينات في المستقبل يتعرض الى ضعف واصابه. والنقطه الثانيه هو يكون الانحناء للامام بالظهر، وبالتالي راح يكون اداء كبير على الفقرات القطنيه والعجزيه، ومثل ما نعرف احنا هسه اذا نسوي احصائيه يمكن 80-90% من اللاعبين اللي اعتزلوا واللي اصبحوا مدربين نعاني من الام بالظهر، وهذه اسبابها هي نتيجه الاوزان العاليه ونتيجه التمرينات الخاطئه اللي مارسناها. اما الحبال المطاطيه صراحه راح نجيها بالعكس، انه هي تقوي الاربطه والاوتار الخاصه اضافه الى العضلات في كل مفصل، وبالتالي هي تحمي من الاصابه عكس الاوزان الحره. النقطه الاخرى انه هذه الحبال تستخدم لتطوير كافه اجزاء الجسم، مثل ما نجيها قد تستخدم لتطوير الاجزاء السفليه او تستخدم للجذع والكذا، او تستخدم للاطراف العليا او لاطراف مشتركه، كما انه يتم التدريب بها في اي مكان وغير مكلفه مثل ما نعرف هي متواجده بالاسواق وثمنها رخيص جدا يعتبر. الموضوع الاخر
اللي نركز عليها هي وهذا موضوعنا الرئيسي هي أهمية الحبال المطاطية للاعبي كرة اليد. صراحة يعني أهدافه وأهميتها كبيرة جدا وعلى جوانب وأصعدة عدة. ممكن أن نستخدم هذه الحبال المطاطية في الحماية، وهنا يجب أن نستخدم شنو؟ ما عرفنا الأنواع لازم نستخدم الأقل مطاطية، وبالتالي راح توفر الوقت على المدرب، وأيضا تعطينا فائدة أكبر من الحماء الاحتياطي لأن راح هي العضلات والمفاصل والأربطة للدخول إلى القسم الرئيسي، وممكن أن يحمل المدرب والصعود بالشدة التدريبية. مثل ما قلنا أن الحبال المطاطية تقي من الإصابة نتيجة تقوية شنو الأربطة والأربطة والمفاصل، بالإضافة أنه بعد حصول الإصابات للاعبين أنه في العالم هناك ثورة كبيرة على مستوى العلاج والتأهيل، وجدوا أنه الحبال المطاطية وأيضا اللي راح يجيها أدوات التوازن دور كبير في إعادة تأهيل المفصل أو العضلة، وخصوصا في حالة التثبيت لأن راح تعرض هذا العضلات في الضمور، وبالتالي الأربطة والأوتار راح تعرض أيضا إلى الضعف، وبالتالي فإن هناك استخدامات عديدة للحبال المطاطية لإعادة تأهيل وتقوية هذه الأربطة والمفاصل قبل الدخول في التدريبات بالشدة العالية. ايضا مثل ما قلنا راح تطور العضلات والاوتار والاربطه والمفاصل، فلو نجي على راح نعرض هذا الفيديو الاكثر توضيحي ويتم الشرح حاليا. هذه احدى الوحدات التدريبيه طبعا خاصه بال من السيديات من الاتحاد الألماني. هنا المدرب راح يختصر الوقت بصراحة. هنا استخدم الميني باند، أكو باند صغير وربط به هنا الحبال المطاطية. هنا راح يشتغلون كل 5 إلى كل 6 على حدة، وبالتالي أيضا هنا زيادة التوافق بين العمل لازم يكون متوافق بين المجموعة، وأيضا راح يبعث بالتمرين لازم يكون هناك تناسق وتوافق بين أفراد المجموعة الواحدة. هذه التمرينات من التمرينات المهمة لمفصل الكتف وتطوير العضلات الصغيرة. هنا العضل لازم يلتصق بالجذع، وبالبداية خاصة المبتدئ نقول له خلي منشفة ما بين العضل أو والجذع في حال سقوطه، بأنه إن هذا التمرين مدى يشتغل صح. يجب أن يكون على ما تشتغل هذه العضلات اللي هي اللفافه المدوره الصغيره، اللفافه العضلات المدوره الصغيره والعضله المدوره الكبيره والعضله تحت الشوكيه والفقره الشوكيه، بالاضافه الى العضلات تحت لوح الكتف. هذه العضلات مثل ما قلنا كلها مرتبطه بمفصل الكتف ومسؤوله عن حركته، وبالتالي تحمي من الاصابه، وايضا تساهم في زياده سرعه ودقه التصويب. هذا التمرين يكون ايضا يكون للداخل
اعتذر من الاخوان، يعني اتوقع انه صار قطع بالنت يعني دكتور احمد، ان شاء الله يعني اقل من دقيقه ان شاء الله وراجعين وياكم.
دكتور طارق. ايه تفضل دكتور احمد تفضل. ايوه من قطع النت عندي ورجاء. شكرا جزيلا دكتور جليلاني. وراح نرجع اخوان على هذا الفيديو. ايضا يحوي العديد من التمرينات المهمه لعضلات عضلات الكتف اضافه لعضلات اسفل لوح الكتف. ولو نشوف اللاعب بالخلف هنا قد يكون الفائده مشتركه انه اللاعب مرتكز على قدم واحده، وهذا مثل ما راح نجي هسه بالتوازن وكيف تطور الاربطه والاوتار الخاصه بمفصلي الكاحل والركبه. هذه من التمرينات المهمة للاعبي كرة اليد صراحة. فبالإضافة إلى المرونة والرشاقة مثل ما قلنا، بالإضافة إلى تطوير القوة بأنواعها مثل ما عرفنا، الأهم أنواع القوة هي القوة تحمل القوة والقوة بالسرعة. أيضا ممكن أن نستخدم هذه الحبال المطاطية في التدريب الخاص وزيادة سرعة ودقة الأداء.
الصراحة مرينا بتجربة في مع الفريق الكافي هذه الخمس سنوات الماضية، اشتغلنا بشكل فردي على العديد من اللاعبين. قد تكون هناك وحدات تدريبية فردية في الصباح، أو قد تكون قبل الوحدات التدريبية الرئيسية ويوم ممكن نركز على لاعبي، ممكن نركز على لاعبي الجناح، وأيام مخصصة للاعبي الدائرة ولاعبي الخط الخلفي. وبصراحة جابت نتائج مبهرة جدا، وهناك العديد من اللاعبين وخصوصا صغار القامة. وأقدر أجيب مثل أمثال مثل لاعب الأمير علي، لاعب الجناح أكرم من كربلاء، حسن اليسراوي ممكن البصرة، ممكن لاعب الارتكاز أحمد، ممكن سجاد حمودي. وبصراحة حققنا نتائج إيجابية جيدة، حيث هناك فرق كبير ما بين التدريب المهاري وتدريب القدرات التوافقية. أنت من تعطي لاعب الجناح مثلا اليوم عن تدريب فردي، وتعطي مثلا 10 كرات أو 20 كرة أو 50 كرة، وأنت كمدرب تقول أنا خليت اليوم اللاعب الزاوية قد يهدف أو يصوب 50 مرة، بنعطيه كرة ويصعد، ليس هنا الهدف الرئيسي أو الهدف المبتغين، هذا ما راح يتحقق لك، قد يتحقق لهذا الوضع خلال المباراة. الفرق ما بين التدريب المهاري والتدريب التوافقي أنه اللاعب تعرض إلى مجهودات كبيرة، ومن هذه المجهودات ممكن الحبال، ممكن المطاطية وأداء مجهودات كبيرة مثل ما نشوفها سبي الفيديو، ومن ثم نعطي الكرة، وبعد أداء الجهود وبعد أداء التعب راح يواجه حارس المرمى، وبالتالي راح أنت تعرض خلال التدريب إلى مجهودات كبيرة أكبر من راح تعرض لها خلال المباراة. ينتج خلال المباراة ممكن راح يشوف هذا الوضع أسهل من اللي هو تدرب عليه. بالإضافة إنه التدريب الفردي، وطبعا جربناه احنا من جيب كمدرب، جيب اليوم حدد اسماء اليوم عندهم تدريب فردي، راح تبعث صراحة بعض العوامل النفسية، وراح تحبذ عنده هذا اللاعب النشاط، وممكن على مدى قد ويثابر من اجل تقديم المزيد والمزيد. بالإضافة انه راح تستفاد من هذه التمارين، بالإضافة الى حققت من هدف تقوية العضلات العاملة، تقوية الأربطة المفاصل، وتربط هذا بالتدريب الفردي أيضا من أجل تطوير الأداء الحركي للاعب، وتعرض إلى مجهودات كبيرة مثل ما قلنا أكبر من ما يتعرض لها خلال المباراة. أيضا الحبال المطاطية يمكن أن تزيد من سرعة ودقة أداء اللاعب في بداية التدريبات، أو تستخدم لأول مرة مع اللاعبين، ممكن أن تستخدم الرباطات أو العفو الباند الحبال المطاطية اللي مقاومتها أقل، فراح تعرض هذا اللاعب إلى مقاومة ضغط، إلى مقاومة جسمه، إلى مقاومة هذه الحبال المطاطية، ويقوم بأداء المهارات بكرة اليد. مع مرور الزمن والوقت وتقوية هذه أو زيادة مقاومة هذه الحبال المطاطية، راح يجد فرق كبير اللاعب في الأداء. وفي الأخير من راح ترفع هذه الحبال المطاطية ويؤديها اللاعب بدون هذه الحبال، مجرد جسمه، راح يحس كلاعب ويحس أنت كمدرب باختلاف كبير في سرعة ودقة حركة اللاعب. إضافة إلى نقطة مهمة، لعبة كرة اليد هي مو مثل لعبة كرة السلة وكرة الطائرة. لعبة كرة السلة مثل ما نعرف أي تاتش ممكن هناك رمية حرة، بالطائرة كل فريق يلعب في منتصف ملعبه، ماكو احتكاك. أما قانون كرة اليد، وحدث الحديث من التطورات على قانون دولي لكرة اليد، تسمح بهذا الاحتكاك، كما يسمح للحكم بالاجتهادات الشخصية في بعض الأحيان، وهذه الاجتهادات قد تكون بجانبك أنت مدرب، أو قد تكون حكم صائب أو خاطئ. فمستحيل، وخصوصا لاعبي الزوايا ولاعب الارتكاز، من الصعب أن يفز هذا اللاعب ويصوب على المرمى بدون وجود أي احتكاك. ومرات هناك مدافعين ماسكين اللاعب من الجذع بينما الإيد أو الجراح حرة، ويصوب اللاعب بأقصى
باقصى قوه باقصى سرعه، لكن الحكم يمشي المباراه ومين عندك رميه سبعه امتار. وابسط مثال على هذه هو ما حصل مع اللاعب العراقي راد عبد الزيد في التصفيات الاخيره بالكويت اللي صارت، واعتقد ما تكون الذاكره مع فريق الامارات. هناك العديد من الاراء والجدل اللي صار، بعض المدربين والاخوان قالوا انه هي رمية 7 متر، والبعض الاخر قال لا هي من 7 متر. مو هنا النقطة اللي عندنا. الحكام قالوا احتكاك طبيعي، اللاعب صوب باقصى قوة وسرعة، انتبه على اللاعبين المدافعين انه ما داخلين منطقة الستة، فما علينا 7 متر، وقد يكون صائب وقد يكون خاطئ، لكن هنا كمدرب، انت كمدرب شلون راح تبني فلسفتك وشلون راح تبني الاستراتيجية الخاصة بلاعبيك وفريقك على ضوء هذه القوانين وهذه طبيعة القانون وما يسمح له من احتكاك في بعض الأحيان. فبالتالي استخدام هذه الحبال المطاطية راح تطل اللاعب الثقة الكبيرة، بالإضافة مثل ما قلنا إلى تقوية العضلات، تقوية الأربطة، تقوية المفاصل، وبالتالي راح يزداد عند هذا التوافق والتناسق في أطراف جسمه وعملية النقل الحركي، وبالتالي مثل ما قلنا خصوصا لاعبي الارتكاز ولاعبي الزاوية، وبالتالي راح يقدر ممكن يسيطر على جسمه بوجود هكذا احتكاكات يسمح بها القانون من أجل الظهور بنتيجة أفضل وهي تسجيل الأهداف. وبصراحة هناك يعني أمور عديدة تتعلق بأهمية الحبال المطاطية واستخداماتها وتمريناتها، وهي طبعاً موجودة، وقسم منها للتأهيل، وقسم منها للتجنب الإصابة، أكو منها اللي مثل ما قلنا لتقوية المفاصل والأربطة كوقاية أو كزيادة سرعة وأداء حركي، لكن ضيق الوقت خلانا نستعجل. ممكن أنا أزود أي شخص يحتاج إن شاء الله أزود في الفيديوهات أو هذا الجانب النظري. هذا أهم ما يخص الحبال المطاطية. الموضوع الثاني هي أدوات التوازن بكرة اليد. في بداية الحديث قلنا بأن قلة استخدام الحبال المطاطية أو نستخدمها بشكل قليل من قبل اللاعبين هو نتيجة المشاهدة، لكن ما يعرفون أهميتها وفائدتها القصوى وعلى شنو كل تمرين على أي مفصل وعلى أي عضلة يستخدم. لكن للأسف أدوات التوازن استخداماتها قليلة جدا مقارنة بأهميتها وفوائدها الهائلة على مستوى كرة يد واستخداماتها في المدارس الألمانية والفرنسية والروسية وغيرها. ممكن قلنا يعتبروها حلقة رئيسة لا يمكن الاستغناء عنها، لكن من نشاهد عندنا الفئات العمرية، نشاهد حتى المدارس التخصصية ممكن نستخدمها لكن بشكل قليل وليس على مدار الموسم. نجي على موضوع مهم اللي هو أهمية التوازن للاعبي كرة اليد. مثل ما نعرف أكثر الأداء الأكاديمي يعرفون أن التوازن هي عمليات معقدة تحصل بين الدماغ والجهاز الحركي والعصبي، وكيف تنتقل السيارات العصبية من الدماغ إلى الأعصاب الحركية إلى الحركات، فراح إلى المفاصل راح تنتج حركة، العضلات تنتج حركة، وبالتالي راح ترجع معلومات عن طريق الأعصاب الحسية الى الدماغ وتتم مناقشه ما تم وما يجب ان يتم، وراح يصدر الدماغ مره ثانيه اوامر، وهكذا الى ان تتكون برامج حركيه داخل الدماغ. فنتيجه هذه التكرار والممارسه للاعبين راح تولد العديد من الخبرات والتجارب، وبالتالي ممكن ان يستخدم هذه التجارب في الملعب وفي المباريات الرسمية، وخصوصا مثل ما قلنا خصوصية لعبة كرة اليد وطبيعة الاحتكاك فيها. ونتيجة مزاولة هذه التدريبات والاستمرار عليها راح تؤدي إلى عملية توافق وتناسق كبير بين أجزاء جسم الرياضي. فهسه لو نجي على الفيديوهات راح نلقى على هذه التمرينات مكتوب الجراف والكوردينيشن في اللغه الالمانيه. الجراف هي القوه باللغه الالمانيه، والكوردينيشن هي القدرات التوافقيه. هذه الحبال وايضا هذه الادوات المطاطيه تؤثر وبشكل
كبير على عمليات التوافق والتناسق بين أجزاء الجسم، وخصوصا أرجع في الأوضاع الغير طبيعية للاعبي كرة اليد في الهواء نتيجة الاحتكاك، وخصوصا لاعبي الارتكاز ولاعبي الأجنحة. نجي على مفصل تقوية الأربطة والأوتار. لو نجي على هذه الصورتين، مثل ما نعرف انه اكثر الاصابات قلنا تحصل عند لاعبي كره اليد في المرتبه الاولى هي عضلات الكتف او الكتف بصوره عامه، والركبه والكاحل بصوره اكبر. هناك عده رباطات او عده اربطه للمفصل الركبه، مثل ما نعرف هناك الرباط الصليبي الامامي والرباط الصليبي الخلفي، وعندنا الرباط الجانبي الأنسي والرباط الجانبي الوحشي، بالإضافة إلى الأظهر الهلالي الأنسية والوحشية، بالإضافة إلى وتر الرفة، بالإضافة إلى أن الكاحل يتكون من رباط الشظو الأمامي ورباط الشظو الخلفي، وعندنا الوتر الأخير اللي يتعرض إلى لاعبي كرة اليد نتيجة قلة التدريبات على الكاحل، وبالتالي يؤدي الى الالتهاب، وخصوصا في منتصف الموسم او بنهاياته، وبالتالي تؤدي الى عواقب وخيمه، مثل ما قلنا بالاضافه الى رباط الكاحل الشظوي الخلفي والامامي والرباط العقبي الشظوي. وين نريد نوصل؟ اللي نريد نوصل له بانه هذه ادوات التوازن تعمل وبشكل كبير على هذه الأربطة والأوتار وتقويتها. نجي نعرض هذا الفيديو، راح نلاحظ مجموعة من الأدوات طبعاً المستخدمة، طبعاً بعضها قد يكون متوفر في الأسواق وأسعار مناسبة، بالإضافة لبعض يمكن تصنيعها بشكل شخصي أو ما يعاني من اللاعب هي قلة التركيز على تمرينات الكاحل والركبة. وجدوا حاليا بالإضافة إلى الرمال والماء، إضافة إلى أدوات التوازن تؤثر بشكل كبير، بل هي الحل من الحلول الكبيرة والوحيدة لتقوية أربطة الكاحل وأربطة والركبة أو الحوض، بالإضافة إلى مفصل الركبة الكتف عفوا، وما يتعلق فيه من عضلات وأربطة وأوتار. نشوف في بداية حركة هذه اللاعبين هناك صعوبة في التحرك في البداية، لكن مثل ما قلنا ما تتواجد لديهم خبرات سابقة، لكن مع التقدم بالتكرار والممارسة، وعندما نخصص لهذه التدريبات خلال المنهاج، خلال الوقت التدريبي اليومي والمنهاج الأسبوعي والدوائر التدريبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، راح نشاهد أن اللاعبين سوف يمتلكون مستوى عالي من هذا التناسق والترابط من جهة تطور القدرات التوافقية. القدرات التوافقية طبعا مثل ما نعرف أنه هناك سبعة قدرات، يقضوا على تقدير الوضع والقدرة على الاستجابة الحركية، والقدرة على التكيف مع الاستجابات المختلفة، والقدرة على الترابط بين أجزاء الجسم. كل هذه تنمى عن طريق تمرينات القدرات التوافقية، ومنها هي تمرينات الحبال المطاطية وأدوات التوازن. راح نشاهد هنا مجموعة طبعا من أدوات التوازن اللي تستخدمها المدرسة الألمانية مثل ما قلنا وبكثرة، ودائما من عند أداء تمرينات التوازن يكون هناك انحناء في مفصل الركبة، وبالتالي يتم تقوية الأربطة الجانبية والأربطة والغضاريف، الرباط الصليبي الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى الأربطة الخاصة اللي تطرقناها في مفصل الكاحل. لو نشاهد هسه هذا المدرب بالرغم من كبر سنه، نشاهد من راح يؤدي الحركه وشوف طبيعه التناسق والترابط بين اجزاء جسمه، بالرغم من طبعا من عمره المتقدم
نشاهد صراحة حركة رائعة، هناك تناسق كبير ما بين أجزاء الجسم والنقل وكيف عملية المحافظة على توازن الجسم ووجود هذه المؤثرات. عكس هذا اللاعب اللي راح يؤديها لأول مرة راح تبين الواضح بأنه ما يمتلك ما مارس هذه التمرينات أو ما يمتلك خبرات كبيرة مخزونة داخل الدماغ. ففي البداية راح تكون حركة صعبة، وخصوصا ويفضل هذه طبعا استخدامها مع المبتدئين، حيث أن العمر الذهبي لتطوير القدرات التوافقية للرياضيين أو الأفراد هو ما بين عمر 9 إلى 13 سنة. يعتبر هذا العمر الذهبي لكي نكسب فيها هاي القدرات وزيادة القدرات التوافقية. ممكن أن تربط هذه التمرينات مع الكرة أيضا، وبالتالي راح تزداد المؤثرات على اللاعب بأنه كيف يحتفظ بتوازنه، كيف يحتفظ بتناسق أجزاء، بالإضافة إلى أنه كيف يتصرف مع الكرة. قد البعض يقول هذه التمرينات قد تكون تمرينات احتيادية قد وليش نركز عليها لفترات طويلة. لو نشوف لو نسوي إحصائية ما بين أي فريق شبابي بالعالم وما بين نقول الأندية المتقدمة في العراق أو الوطن العربي، نسوي إحصائية بنسبة الأخطاء البسيطة، الأخطاء المرتكبة. الأخطاء شنو؟ مثلاً خطأ في المناولة، خطأ في الطبطبة، التصويبات غير مبررة في الخارج. راح نشوف طبعاً إحصائية وهائلة بالنسبة للاعب العراقي أو اللاعب الوطن العربي مقارنة بنسبة قليلة من الأخطاء الشائعة على المستوى الأوروبي والمستوى العالمي. هذه التمرينات اللي مرتبطة بالقدرات التوافقية صراحة اللي راح تكسب اللاعب خبرات، راح تؤدي إلى تناسق، راح تؤدي إلى مراجعة هذه البرامج الحركة المخزونة، وبالتالي راح تقلل من نسبة أخطائه. فمن نشاهد مباراة أوروبية نادرة ما نجد مناولة تحدث مناولة خاطئة، لكن نادرة مرة مرتين ثلاث مرات مباراة، بينما مثل ما قلت لك إذا نشاهد إحصائيات كبيرة في مباريات الدوري المحلي تكون إحصائية مذهلة ويجب التوقف عندها. مثل ما قلنا هناك أدوات عديدة ممكن إنها يربط ما بين التوازن على المحور الطولي وعلى المحور العرضي، بالإضافة إلى وجود انه يسلم الكرة ويستلمها بشكل دقيق ويسلمها ايضا الى زميلي بشكل دقيق، فراح نحصل على فوائد بدنية بالاضافة الى تقوية بالاضافة الى تطوير قدرات توافقية، وبالتالي تتطور عندنا اداء المهارة في مختلف الظروف الصعبة خلال المباراة. كل هذه التمرينات ونشوفها يربط ما بين التوازن بأدوات مختلفة مع استخدام الكرة. هنا لو نشوف هذه التمرينات اللي راح ناخذها، يقولك تطور الجراف والكوردينيشن. مثل ما قلنا الجراف هي القوة والكوردينيشن اللي هي تطوير القدرات التوافقية. ممكن المدرب أن يستغل الوقت إنه تستخدم الحبال المطاطية مع أدوات التوازن. فنشوف هنا طبعاً إحنا الحبال المطاطية راح يطور الرباط الجانبي الأنسي، بالإضافة للرباط الصليبي، بالإضافة للعضلات الضامة، بالإضافة إلى التوازن لتقوية أربطة الركبة والكاحل، بالإضافة إلى تطوير التناسق والتوافق. هذا من التمرينات المهمة اللي قلنا، وهنا راح ينتج ما بين تمرينات الحبال المطاطية لعضلات لتقوية مفصل الكتف، بالإضافة إلى عملية التوازن على هذه الكرات الصغيرة اللي هناك انثناء في الركبة. أيضاً ممكن التوازن ليس للرجلين فقط، ممكن نستخدمها للذراعين والجذع والأكتاف، وبالتالي ممكن أيضاً نطور العضلات والأربطة الخاصة بهذه المفاصل والحصول أيضاً على درجة توافق عالية، وبالتالي من يصل درجة توافق عالية راح تقل نسبة الأخطاء الأداء المهاري خلال المباريات.
ايضا من الادوات الاخرى واللي قليله الاستخدام اللي هي الفراش الاسفنجي بالمختلفه الاحجام والعمق، اضافه الى الكرات المختلفه بالشكل وفي الحجم. كل هذه التمرينات تساعد على تطوير متمكن الاربطه الخاصه بالركبه والكاحل. هذه من التمرينات مهمه ويجب استخدامها ايضا مع الفئات العمريه. طبعا هذه الكرات يفضل الناس استخدام كرات طبيه، وبالتالي الارتكاز هنا على القدم هنا راح نحصل على اكثر من هدف في تمرين واحد. هنا تمرين للذراعين وللاكتاف، وبالاضافه الى هذا التوازن اللي يقوي الاربطه خاصه بالرجل. هنا العضلات المنشاريه، العضلات تحت الترقوه، اضافه لعضلات لوح الكتف. هنا التوازن على هذه الاقراص الاسفنجيه، وقد تكون بعضها اقراص مملوءه في الهواء. هذا هنا يطور القدرات التوافقيه بشكل كبير، ويستخدم مع كافه الفئات طبعا والمراحل العمريه. ويجب ان نفهمهم في صراحه في المدارس التخصصيه من هذا العمر الذهبي لتطوير القدرات التوافقيه. وبالتالي راح يكسب هذا الناشئ او الصغير خبرات عديده، وبالتالي يستغلها في استثمارها وتقليل الاخطاء خلال المباريات. هناك تمارين ممكن نستخدمها على الرجلين، على القدمين او على القدم الواحده، او على اليمين او اليسار. هذه موجبتها نتيجه التطور، عمليات التوافق وعمليات التناسق وتقويه الاربطه والاوتار بالاقل راح تقلل الاصابه. عاده ما يحصل مرات لاعب يقفز، وخصوصا لاعب الجناح يقفز بدون اي احتكاك، قد يسقط على القدم الخاطئه او قد يسقط بشكل خاطئ، مباشره يحصل عنده تمزق في الاربطه او نتيجه تمزق في العضلات. هذا نتيجه ضعف هذه القله في استخدامه لهذه التمرينات، وبالاضافه الى ضعف عمليات التوافق والتناسق، وبالتالي ادى الى اصابته. اضافه انه بعد الاصابه مثل ما قلنا يستخدم، وخصوصا في اصابات الكاحل واصابات الركبه، وخصوصا عند الكاس بعد صب هذا الجزء او تكميته لفتره طويله راح يؤدي الى الضمور. فممكن نستخدم التمرينات البسيطه، ومن ثم نستخدم هذا الادوات التوازن لتقويه هذه الاربطه الخاصه والعضلات الصغيره، وبالتالي راح يقوى المفصل بشكل كامل، وراح يرجع تحويله بشكل سريع، وبالتالي ممكن يستفاد من المدرب والدخول الى التدريبات العنيفه او التدريبات ذات الشده العاليه والرجوع بسرعه الى الملاعب. مثل ما قلنا انه ادوات التوازن هاي تستخدم في كافه المراحل، ممكن نستخدمها مع الصغار، وممكن مع الناشئين، مع الشباب، مع المتقدمين، ولكن يجب استخدامه بشكل كبير مع الاعمار، وخصوصا المدارس التخصصيه من عمر 9 الى 13 سنه، لان هذا هو العمر الذي ممكن نستخدمه مع المتقدمين وفي وحدات تدريبيه عديده. ايضا هذه التدريبات تبعث الفرح والسرور والمتعه بين اللاعبين اثناء الاداء، وبالتالي انت كمدرب ممكن ان تحصل على العديد من الفوائد خلال الوحدات التدريبيه. الموضوع الاخير ايضا وهو ما يخص التخصص المدربي كره اليد، انه هو التوازن والاداء. كيف يؤثر التوازن على الاداء؟ صراحه هذه ايضا مهمة لبعض الشيء في التدريبات الخاصة. مثل ما قلنا عمليات التوازن، عمليات معقدة ما بين الدماغ والجهاز الحركي والعصبي، دائما مدربينا بأنه مثل ما قلت
يعطون ليس الإبرة بأنه أنا أطلع من الوحدة التدريبية كلاعب مصاب قد يكون 50 تصيبة أو 100 تصيبة، ليس الإبرة بالعدد وإنما بالنوعية. من التدريبات الصراحة اللي استخدمناها مع أخواننا في نادي الكرخ وخصوصا مع اللاعبين الثاوية ومع اللاعبين الارتكاز، واحد من هذه التدريبات هي عمل دحرجة في الأرض، راح يختلف هنا التوازن. نعرف صراحة المناطق الحساسة للتوازن أو لسقط إعازات في الدماغ حول التوازن هي البصر والأذن الوسطى والنهايات العصبية أو النهايات الحساسة العصبية بالإضافة إلى الأوتار اللي هي نهاية العضلة. هذه اللي تعطي أو تعطي صورة واضحة عن التوازن إلى الدماغ. فعند عمل هذه الدحرجة راح يختلف كل توازن اللاعب. فإذا أداها اللاعب لأول مرة ممكن نجربها مع لاعبينا في الأيام القادمة، أضمن لك أنه مانش أمي راح يهدف احتمال بالأوت احتمال كبير. ليش؟ لأنه اختل عنده التوازن. مع المرور مع التكرار راح تبنى برامج حركية، راح يكون هناك تناسق، راح يتطور قدراته الوظيفية، راح يتطور بشكل كبير. فلو نشوف هاي الأعمار طبعا صغيرة جدا، ولكن لو نشوف نهايات الحركة بالأمل بالرغم إنه بيعمل حركة أو دوران حول المحور الطولي وحول المحور العرضي، هذا راح يؤدي إلى اختلال التوازن، وبالتالي نجد نهاية الحركة ممتاز نتيجة هذه البرامج الحركية البنت في الدماغ. ولو نشوف هذه التمرينات هذا شو بسال هذا المحور إنه أكثر اللاعبين اللي يستخدمه هو لاعب الستة، لاعب الارتكاز ولاعب الزاوية. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا سابقا بأنه هؤلاء اللاعبين يتعرضون بدرجة كبيرة إلى الاحتكار. مثل ما تعرف ملعب كرة يد يعتبر ملعب صغير نسبيا، 20 في 40، 6 مدافعين 6 مهاجمين، وأحيانا هسه القانون يسمح في 7 لاعبين. كل هذه الأمور قصرت المسافة على اللاعب، وبالتالي عند صعود اللاعب الزاوية من مركز الجناح أو الارتكاز لابد أن يتعرض لاحتكار، وبعض الأحيان هذا الاحتكار قد يكون مسموح حسب قانون الاتحاد الدولي والتغييرات اللي طرأت عليه، وإنه مثل ما قلنا يسمح الاجتهادات الشخصية لبعض الأحيان للحكام، وبالتالي لابد أن نطور هذه النقاط الأساسية. لأن لاعب كرة اليد معرض لمختلف المواقف خلال المباراة للاحتكاك أثناء عملية التصويب. مثل ما قلنا مع مرور الوقت راح يحصل هناك التناسق والتوافق عند هذا اللاعب، وشون يقدر يحافظ على توازنه في المواقف الصعبة. وبالتالي الهدف الرئيسي هنا هي نهاية المهارة وهي التصويب وتسجيل الهدف. هذا خاص بلاعبي الارتكاز يعمل طبعا من ثم دوران ولف وبالاخير التصويب، مثل ما قلنا هم لاعبين صغار وبالتالي يحققون نتائج ايجابيه اللي هي اخر شيء القسم الختامي من التصويب على الحارس المرمى. مثل ما قلنا صراحة يعني هذا الموضوع الحبال المقاطية بالإضافة إلى الكرات التوازن تحتاج إلى محاضرات عديدة وطويلة لأهميتها الكبيرة للاعبي كرة اليد ومختلف المراحل السنية، وبالإضافة إلى مختلف مراحل التدريب بالنسبة لمرحلة الإعداد العام والخاص وحتى في فترة المنافسات. لكن احنا محددين بوقت على مود نفتح المجال للمناقشات والاستفسارات، لكن اللي اقدر او ممكن اطلع انه اوصي اخواننا المدربين والعاملين وكل المتواجدين صراحة في اغلب المدارس التخصصية في اغلب الأندية شاهدوا هم كفوين وشاهدوا
خرجوا خارج العراق في دورات تدريبية عديدة، لكن الظروف الصعبة اللي تمر بها الأندية، قد تكون بعض الأندية يقول لك أنا قبل شهر أو شهرين ما أقدر، إلا شهر أو شهرين قبل الموسم اللي أعطيك إنه إشعار البدء، لأن ما عندي الفرصة أو ما عندي المبالغ المادية اللي أقدر أوفرها إليك، وبالتالي هذا راح يكون جهد مضاعف على المدرب. وبالتالي نشوف احنا خصوصا في البيئه العراقيه تحدث العديد من الاصابات، تحدث العديد من الاخطاء البسيطه مثل ما قلنا خلال الشاعه. يعني انا شخصيا مسوي السكاوتينج على المباريات من نشوفها صراحه، يعني هذه الاخطاء ما بين خطا مناوله، خطا طبطبه، اخطاء شخصيه بسيطه بالدفاع او بالهجوم، تحتاج الى وقت، تحتاج الى ثوره كبيره. هذه الثورة اللي يقوم بها هم المدربين، يجب أن نركز، وخصوصا في المدارس التخصصية يجب أن نركز بشكل كبير على هذه. وتوجد هناك عديد من الطرق والأساليب الحديثة، لكن هذه تعتبر طبعا حلقة، أعتبرها أنا حلقة مفقودة للأسف، ما نقول مفقودة 100%، لكن مفقودة بشكل كبير. المبدأ الرئيسي عندنا مثل ما قلت لك عايشنا احنا التجربة الألمانية، انه هذه هي الحلقة الرئيسية، هذه التمرينات والعديد من التمرين مع الحبال المطافية مع التوازن مع ادوات اخرى اللي يطور قدرات التوافقية مثل ما قلت 9 على 13 سنة، تعتبر هذه حلقة رئيسية للوصول الى المستويات العليا. وقصد بان اللاعب يكون مؤهل للمنتخبات، يكون مؤهل للاحتراف باي فريق، يكون وبالتالي راح تقل هذه الاخطاء، وبالتالي هذا اللاعب يعني يكون مستواه ثابت خلال المباريات. عكس صراحة اللاعب العراقي أو اللاعب العربي اللي نادر ما نشوف أنه ثبات في المستوى خلال المباراة نتيجة لعدم تعرضه لهذه التدريبات خلال الفترة الذهبية من 9 إلى 13 إلى 14 سنة بهذه الأعمار اللي هي المرحلة الذهبية والقصور والسبب، ومو به هذا اللاعب، وإنما هذه الظروف اللي يتعرض لها هو شخصيا. بالاضافه انه على مضافه الى هذه الجانب الاداء المهاري والساعد في الاداء الخططي، انه كيف انت كرياضي انه تحمي نفسك من الاصابه في ظل هذه الظروف، في ظل ظروف الانديه، في ظل ظروف هذه الجائحه، في ظل الظروف الماديه والاداريه اللي تحصل عليها باللجنه الاولمبيه والاتحادات، انه شلون اقوي المفاصل والأربطة، وبالتالي الفائدة لك على مود تمنع هذه الإصابات اللي تحصل، وخصوصاً في مدينة وصل الكتف والكاحل والرقبة. في النهاية طبعاً شكراً للأصغر من حضراتكم، لإخوان إداريين، مدربين، رياضيين من كافة أنحاء الوطن العربي ومن كافة أنحاء العالم. أتمنى أن أكون قد وفقت في إبراز أهداف وأهمية هذه الورشة أو هذه المحاضرة مع تمنياتي للجميع بالتوفيق، وأنا مستعد إن شاء الله للإجابة عن استفساراتكم وأسئلتكم. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً دكتور أحمد على هذه المحاضرة القيمة والمعلومات اللي أدليت بها، والربط بين التمرينات كجانب عملي وبين المادة النظرية اللي هي الحبال المطاطية وأدوات التوازن. أنا عندي الأسئلة، عندي سؤال من هواوي واي، يمكن اسم تليفون ما اعرف، المايك مفتوح تفضل. هواوي واي 9S. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا بارك الله بك دكتور احمد على هذه المحاضره القيمه، وانت شخصيه اكاديميه وتدريبيه معروفه على مستوى العراق. الله يسلمك دكتور. معك طالب الدكتوراه ماجد محمد المساعد من جامعة ميسان كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة. الله يسلمك دكتور. حسب ما نعرف أن الحبال المطاطية تختلف حسب الشدة من حيث يعني أنواعها لون أو ألوانها، الأصفر والأخضر والأزرق والأحمر. نعم. هل هناك يعني فترة نستخدم بها هذه الألوان لو كلها في اثناء الاعداد العام؟ نعم، اشكرك حبيبي على هذا السؤال.
مثل ما قررنا ان اكو هناك انواع، لكن الهدف اللي قبل انه انت هدفك الاساسي شنو اليوم في هذه الوحده التدريبيه او خلال الدائره التدريبيه الصغيره او المتوسطه، هل تريد تطور انه تحمل القوه، هل تريد تطور قوه ميزه بالسرعه، هل تريد تطور تحمل قوه ميزه بالسرعه، على ضوء هذا الهدف تختار الشريط المناسب. ومتمدد هذه الاشرطه لا ما نستخدم فقط الاعداد فقط وانما نستخدمها في جميع المراحل، ولكن يبقى شنو الهدف الرئيسي مالك. مثلا في فتره الاعداد العام تريد تطور تحمل القوه، لازم شنو نستخدم؟ لازم نستخدم الالوان اللي هي الاحمر او الاصفر او الاسود اللي مقاومتها تكون قليله. وبالتكرار راح يكون ممكن التكرار 30 مره راح 30 وايضا ان يكون هناك تنوع، مثل الشغل اكثر التمرين الاول تخلص من المجاميع راح تؤدي الى تطور الرجلين ثم الجذع ثم الاكتاف، وبالتالي انت نفس الاهداف التدريبيه الخاصه بتحمل القوه لازم شنو مختلف عندك؟ تختلف عندك اللون ومقاومته لازم تجيب استخدام حسب الهدف التدريبي مالك. شكرا دكتور، شكرا دكتور، اشكرك حبيبي. شكرا شكرا جزيلا استاذ. عندنا مداخله من دكتور انتظار جمعه، تفضل دكتور المايك مفتوح. دكتور انتظار انا فتحت لك المايك. دكتور انتظار زين ناخذ يمكن دكتور انتظار ما اعرف يمكن مقطوع النت. نشوف دكتور حيدر غازي، تفضل دكتور حيدر مايك مفتوح. دكتور حيدر دكتور حيدر غازي مايك مفتوح. زين دكتورة هدى، تفضلي دكتورة هدى المايك مفتوح. السلام عليكم. عليكم السلام دكتورة. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا دكتور طارق، وشكرا جزيلا دكتور أحمد على المحاضرة الحلوة بصراحة، محاضرة تدريبية مفيدة جدا، يعني مو بس الكرة اليد، يعني هواية راح يستفادون من أدها المدربين وحتى احنا كنا نستفاد من أدها. فقط مداخلة وسؤال للدكتور أحمد، بصراحة حضرتك حكيت على التوازن والاتزان اللي لازم لاعب كرة اليد يتميز به، وهي كل الألعاب الاتزان هو يعني فد متغير انه كل الالعاب هو المفروض يكون بيها حتى نحصل على قيمه للحركه. بس احنا عندنا بصراحه مثل نفس هاي الاجهزه اللي حضرتك عرضتها للاتزان، هو الجهاز اللي هو نختبر به مقدار الاتزان اللي هو تشالنج ديسك موجود وبه لفلات معينه، ممكن ان نستفاد من عندها حتى نعرف مقدار الاتزان قبل ان نعطيهم هاي التمارين، وبعدين نعطيهم التمارين سواء على هاي الادوات المستخدمه من قبل حضرتك او حتى على نفس الجهاز نقدر نعطيهم تمرينات هوايه، لان هو جهاز مستخدم حاليا بكل العالم. واني اخير فتره يعني كنت قبل كم شهر قبل ما تصير هاي الاوضاع كنت بقطر، وكان منتخب القطر دا يتمرن كرة يد وكرة طائرة كلهم يختبرون على التشالنج ديسك. يعني هذا من الاختبارات المهمة اللي لازم ياخذوها كل لاعبي يعني كل اللعبات. سؤالي دكتور أحمد، حضرتك قلت أكو تمرين أنه يسوي دحرجة وبعدين مثلا يستلم كرة ويسوي تهديف على يعني على الهدف، الغاية من الدحرجة هل هو أنه تزيد الاتزان مالته بعدين هو هذا؟ يعني بصراحة ما أعرف، أنا ميكانيكيا أشوفها أنه الدحرجة لها هي نوعين طبعا، أنه يا أما تكون دحرجة جانبية أو تكون دحرجة أمامية، يعني أو تكون على المحور الطولي إذا كان يعني على المحور الطولي إذا كان واقف يسوي دوران مباشرة، وهذا اللي يصير بكرة اليد خصوصا اللاعب الستة، مو صحيح دكتور؟ اللاعب الستة يصير عنده دوران على المحور الطولي يفتر ويصوب. دوران قبل التصويب. نعم قبل التصويب. زين شنو فائدة الدحرجة الأمامية اللي تنطيه هي؟ ليش ما تصير الدحرجة
يعني جانبية أو تصير الدحرجة أو مو دحرجة، يعني يصير هو من الوقوف يسوي فورورد أو لف على المحور الطولي ويستلم كرة ويهدف. هو طبعا تمرين، لا يعني أنا ما أناقشك على تمرين، بس هو نعم. يعني أريد فائدة للاتزان هذا، لأن الأدابتيشن هنا يصير صعب عدي، يعني التعود على التمرين على الدحرجة وبعدين على التصويب يصير عنده يعني من الصعوبة أنه يصير عنده، يعني يصير عنده اختلال بالاتزان في كل الحالات، حتى لو يتعود على الحركة لازم أكو خلل يعني يصير عنده اختلال بالتوازن، يعني التوازن جدا صعب يعني بكل الألعاب. وأنا ممنون جدا للمحاضرة القيمة اللي حضرتك لقيتها، شكرا دكتور. الله يسلمك دكتور، أنا مشرف طبعا بوجودك معنا بهاي الورشة. راح أرجع على مداخلتك ومن ثم راح أجيبك على الأسئلة على السؤال. صراحة إن التوازن نحتاجه بكل الألعاب أي حركة رياضية، لكن أنا شو اللي ميزت كرة اليد؟ بأنه السلة عندكم بأنه أي تاتش يصير فاول صح؟ بالإضافة إلى أنه لاعبي الطائرة في منتصف ملعبهم، ولكن هذا لا يعني أنه لا نحتاج التوازن. لكن أربطه بالتساؤل، أنا ما أريد في هذا التمرين هسه من أديته أنا لأول مرة، ما أريد يعني غايتي أنه أني أطور التوازن، وإنما مثل ما قلت أنه لاعب الارتكاز ولاعب الزاوية دكتورة أكثر شيء يتعرضون إلى الاحتكاك، وبعض الأحيان أنت ما تعرف أنه الاتزان فيها لواء متخلفة، أي أنه أي سحب بالرجل حتى هسه القانون الدولي قام يعطي شنو قام بأنه أي سحب بالرجل أو مس راح يتكرر أحمر، لأنه يعني قلت هذا احتمال راح يوقع على رأسه أو على الـ على الـ صحيح. العمود الفقري. فاللي أريد أوصل له بأنه لاعب كرة اليد ما ممكن يصعد مرتاح، يعني شلون الرمي الحر عندي السلة أو الترتيب من الخط الخلفي قد يقفز من فوق الجدار ويصوب على مرمى أو يصوب على الزون. أنا أريد بأنه ورا ما سوى هذه الدحرجة قد تكون أمامية قد تكون جانبية قد تكون حول المحور الطولي ثمانيات عديدة، أنه أنا أخلقل عند التوازن وبالتالي من أطيل كرة أشوف كيف راح يتصرف بعد خلقلة هذا التوازن، لأن هذه الحركة قد يتعرض لها وين؟ قد يتعرض لها بالتصويب صح بالمباراة، بالتصويب أثناء المباراة قد يطيح حكم قد يطيح حكم إدفانديج قد ما يحسب أسرع متر، وممكن أنا حلمه بيسجل هدف بالرغم من هذه الظروف، لأن إذا ما حسب هدف ممكن يطيح أسرع متر ممكن هذا اللاعب سرع متر ممكن يسجل أو ما يسجل، وقد الحكم ما يحتسب رمي سبات أمتار، وبالتالي انا تطورت عنده تطور ممكن راح يتطور راح يجي بشكل لاحق التوازن وكيف احافظ على توازنه في الهواء قدر الامكان قدر الامكان لتلافي الاصابه او ممكن تسجيل هدف باصعب الظروف، هذا المغزى الرئيسي. صحيح دكتور انا وياك، لانه التوازن القلق هنا هو راح يكون عنده ما يكون يعني مو اكيد متزان ثابت هو التوازن قلق، لذلك قلت لحضرتك يعني انه الاتزان مو سهل وحتى تمريناته مو سهلة، يعني كثير من اللاعبين اللي مواصلين مستوى عالي وبروفيشنال وهم محترفين، لكنهم من تجي تعطي تمرينات الاتزان من صعوبة أنه يؤديها. ممنونة جدا على جوابك، شكرا جزيلا. دكتورة هدى على المداخلة. أشوف دكتور حيدر غازي رجع عند الصوت، تفضل دكتور حيدر مايك مفتوح. دكتور حيدر غازي تسمعني؟ مايك مفتوح. زين دكتور ثامر، دكتور ثامر حي تفضل مايك مفتوح. دكتور ثامر حي مايك مفتوح تفضل. زين دكتور اقبال، تفضل دكتور اقبال مايك مفتوح. نعم دكتور تسمعني؟ اها اوكي استاذ ثامر تفضل عزيزي. بالبداية نعم نعم دكتور السلام عليكم. بالبداية بارك الله بجهودكم وجهود دكتور أحمد خميس أخي وزميلي. هناك فقط سؤال، هاي التمارين نقدر نعطيها للفئات العمرية ومتى نعطيها؟ مثلا فترة إعداد عام أو قاص أو منافسات، ما هي النسب اللي نعطيها؟ مثلا فترة الإعداد العام جد النسبة نعطيها من وقت التمرين من الوحدة التدريبية الواحدة أو بالخاص إذا كان أو بالعام، هل هناك أكو نسب مثلا أعطى هذه التمارين؟ وأتمنى لك الموفقية وشكرا جزيلا. أشكرك أستاذ. شكرا أستاذ.
واشكر مداخلتك، راح اجاوبك ان شاء الله على الاسئله. هذه الحبال المطاطيه والادوات التوازن كلها تستخدم مع كافه المراحل السنيه وما كافه المراحل التبريديه. اعطيك تجربه المدرسه الالمانيه، قلت لك المرحله الذهبيه لهذا تطوير هذه استخدام هذه الادوات وتطوير خصوصا القدرات التوافقيه مرحله 9 الى 13 سنه. هذه تسمى اللي هي الفتره الذهبيه واللي ما تتعوض في مراحل متقدمه، يعني بعمر 19 و20 سنه و21 سنه ممكن تطورها، بس ما تقدر تطورها بنفس التطور اللي تحصل لو انت دربتها في 9 الى 13 او 14 سنه. هذا من جانب. من الجانب الاخر ايضا كنا ممكن نستخدمها في كافه المراحل التدريبيه. وصلتي؟ تطوير القدرات، تطوير القدرات التوافقية حسب رأي المدرسة الألمانية ممكن أن نستخدمها خلال وحدات التدريب يجب أن لا تزيد عن 45 ثانية. هذه إذا ربطناها مثل ما شفنا بالأخير حبال مطاطية ومع الأداء المهاري يجب أن لا، لأن هذا راح يؤدي إلى تعب الجهاز العصبي وبالتالي راح يؤثر على الأداء. هذه خلال الوحدة. أيضا شوف شو تقول لك المدرسة الألمانية، انه يجب ان تكون اقصى فتره، يعني انت اليوم دربت مثل قدرات توافقيه ربطتها مع الاداء، اقصى فتره بين وحده تدريبيه واخرى هي 7 ايام. اقصى فتره بين وحده واخرى هي 7 ايام، ولهذا ممكن تستخدم كل يومين، كل يومين وثالث، وخصوصا مع الفئات العمريه. يبقى اما مع المتقدمين فالاحتياج راح يصير بنسبه اكبر في مرحله الاعداد، في مرحله الاعداد العام والخاص. ليش؟ لان مثل ما قلنا اللاعبين نتيجه الاوضاع الماديه والاداريه اللي تمر بها الانديه والاتحادات واللجنه الاولمبيه، اللاعب راح يبعد من نهايه الرابع الى العاشر او الشهر ال11، وهذه كارثه طبعا بحق التدريب الرياضي. وبالتالي يعني من راح يجي الوزن الزائد، ضعف الحركه، ضعف المرونه، ضعف الرشاقه، ثم راح تيجي انت تعطي تمرينات مجهده، مليون بالمئة راح يتعرض إلى الإصابة، وبالتالي لابد أن نستخدمها وبشكل كبير في مرحلة الإعداد العام لتقوية الأربطة والأوتار والعضلات الصغيرة التي لا تعمل صراحة بالأوزان بالشفتات والأقراص، وبالتالي للحفاظ على اللاعب من تجنب الإصابة، وبالتالي نقدر نزيد الشدة التدريبية. ويمكن أيضا نستخدمها مع فترة الإعداد الخاص وفترة المنافسات، مثل ما شفنا الفيديوهات يتم تدريبها مع الأداء ومع التدريب الفرد. شكرا جزيلا. شكرا دكتور احمد على الاجابه. ويانا دكتوره اقبال. تفضلي دكتوره اقبال، ما مفتوح. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله دكتوره. دكتور احمد، انا احنا يعني صراحه اشكرك على هذه المحاضره، لانه الحبال المطاطيه اصبحت جزء من عالم التدريب، يعني يعني محاضرة قيمة، مشكور عليها جهودك وعلى كل الأخوة القائمين عليها. شرفنا تواجدك. الله يخليك دكتور. بس عندي سؤال إذا تسمح. الحبال المطاطية هل يمكن استخدامها يعني بصورة متتالية، أيام متتالية بالتدريب، أم على فترات؟ يعني مع العلم هي أقل خطورة من الأوزان وكذا، خاصة بالنسبة للمبتدئين، لكن استخدمها بصوره متتاليه في كل تمرين ممكن انطي جزء من عنده للحبال المطاطيه، ما استخدمها على فترات؟ شكرا لحضرتك. شكرا دكتور. يبقى انت بهذه العمليه، يبقى الهدف التدريبي مالك انت بهذه الوحده التدريبيه شديد المطورين، هل طورين التحمل قوه لو قوم يزيد بالسرعه بالحبال. هذه لو تشوفين هاي السلم، هاي ممكن نستخدمها يومين بالاحماء. شوفين لو شوفين لاعبين، احنا عاشرناهم يعني بالقاعه الكار مع اللاعبين محترفين كره السله، بالاضافه للاعبين المحترفين اللي جو كره اليد، بالاضافه للمعايشات اللي انت سويتيها ايضا. طبعا طلعتي وايد دورات دكتوره، انت مجتهده في الدورات التدريبيه الخارج. شوفين اللاعب بعده كل واحد ماخذ له ركن من الملعب قبل المباراه، يعني قبل دخول المدرب، قبل البدء، فشوفيه سوى عمليه اطاله عضليه، هاي ممكن نستخدمها يومين يوميا. نعم. لكن تبقى نعم. من عندك انت تحمل قوه، من عندك قوه مميزه بالسرعه. نفس الشيء انا هدفي قوه مميزه بالسرعه، راح استخدم الحبال المطاطيه شنو؟ اللي مقاومتها عاليه من 8 الى 10 تكرار، هاي ما اقدر استخدمها يوميا، وانما حسب مبادئ التدريب الرياضي. ممكن يقول لك ان تدريب القوه المميزه بالسرعه
يجب ان تكون متاحه ما بين 48 ساعه الى 72 ساعه حسب المرحله العمريه حسب التدريب اللي بيها حسب العين. تحمل القوى راح نعرف بانه لازم هذه المقاومات اقل، ويمكن 24 ساعه تكفي او الى 48 ساعه بين وحده ووحده، فبالتالي يقل الهدف الرئيسي ما تيجي من الوحده التدريبيه بالاضافه الى استخدام الحبل بالمقاومه المناسبه لهذا الهدف. فعلا دكتور يعني اشكرك، وفعلا يعني انا شفناها في الدورات في خارج العراق، يعني اللاعبين عندهم وعي بكيفيه استخدام هذه الحبال. اشكرك صح. جزيل الشكر. اشكرك دكتور رمي، بالتوفيق ان شاء الله. تحياتي. هلا بك. الله يسلمك استاذ محمد، تفضل المايك مفتوح. محمد كي، تفضل استاذ محمد. أستاذ أحمد محمد تفضل، مايك مفتوح. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احمد مع حضرتك، حضرتك يعني ما شاء الله يعني كفيت وفيت بالمصري بتاعتنا يعني. كان استفسار بعد اذن سعادتك، حضرتك نعلم ان التوازن اساسه الدراعين، يعني اساس التوازن العام بتاع هو الدراعين. طرقت فيها حضرتك دي، انا كان ليا سؤال، اللاعب بتاع اليد لما بيجي رقم 10 او هو المهاجم عشان يعمل الراميه لازم يعمل تقف، يعمل جامب. حضرتك هنا تفضل هو بينزل على رجل واحده ولا بينزل على رجل اثنين بس؟ ولو اذا لاعب يعني لو برضه لو خدناه في الكوره نشوف كريستيانو رونالدو لما بيطلع وده يعني ما شاء الله التقف بتاعه عالي جدا، بينزل على رجل واحده وبعد كده يسند بالثانيه، فايه الصح بعد اذن حضرتك وما تاثير ده على العمود الفقري ده بعد اذن سعادتك؟ نعم، نرحب بك بتواجدك بالبدايه في هذه الورشه، ونتمنى لك كل الموفقيه، واشكرك على المداخله. العفو. الله يسلمك. قلنا هناك عده مناطق حساسه للتوازن اللي هي البصر والاذن الوسطى والقدمين، بالاضافه الى النهايات الاوتار في النهايات القضميه. هذا التوازن، عمليات التوازن من واحده من اهميتها وفوائدها اللي اخذناها هي راح يؤدي الى التناسق والتوافق والترابط ما بين اجزاء الجسم، سواء في بدايه الحركه كمرحله تحضيريه ومرحله رئيسيه ومرحله ختاميه. انت اللي طرقت الى في المرحله الختاميه بالنزول، وهذه طبعا نقطه مهمه في كره اليد، تحصل عند لاعبي كره اليد وتحصل عند لاعبي كره الطائره، وتحصل اصابات عديده نتيجه القسم الختامي الخاطئ من الحركه. اكثر لو شوف الطائره ممكن القفز بكلتا القدمين يكون على نطاق واسع، بينما بكره اليد تكون يعني لو تسوي احصائيه خلال المباراه راح تكون استخدامها قليل جدا ومن قبل لاعبين محدد. عاده من يصعد بكلتا القدمين الشوفه راح يهبط، راح الاكثر اللاعبين راح يهبط بكلتا القدمين، وهذا جاء نتيجه هذه التدريبات ونتيجه البرامج الحركيه اللي خزنت بداخل الدماغ. لكن اكثر اللاعبين كره اليد هو اكثر شيء يصير الهبوط على قدم واحده، ليش؟ لان هو راح يقفز بقدم واحده، وبالتالي فاللاعب مثلا اليمين يصعد من الجهه اليسرى، يعني اللاعب اللي يلعب بذراعه اليمين ويصعد من الجهه اليسرى من الملعب راح يقفز بالقدم اليسار. الرجل اليمين وين؟ صار الرجل اليمين راح ترفع الامام للحصول على عمليه التوازن في الهواء. عمليه الهبوط لازم عليه وين يحصل على نفس القدم اللي ارتقى بها، لكن مرات اللي هو يهبط على نفس القدم، بالفعل يهبط على نفس القدم اللي قفز بها، لكن وين يكون؟ عدم امتصاص قوه وصدمه الارض،
وهذا من يجي؟ يجي نتيجة الضعف التناسق والترابط ما بين والنقل الحركي ما بين أجزاء الجسم، وبالتالي نشوف حتى يطلع صوت أثناء الهبوط أو يهبط على قدم على قدم كاملة وليس على الأمشاط، وبالتالي راح يكون هناك صدمة كبيرة على الكاحل والركبة، وبالتالي ينتقل إلى الظهر، وبالتالي تحصل هناك العديد من الإصابات. فالجواد عندما يفز بكلتا القدمين هو الأسلم أن يهبط بكلتا القدمين، وعندما يفز بقدم واحدة يفضل أن، وخصوصا في الارتقاء العالي أو بعد الدفع، يفضل أن يهبط عن نفس القدم، ومن ثم الارتماء على عضلات على الكتف الجانبي، وذلك للتخلص من قوة وصدمة الارتدام أو الصدام بالهبط. شكرا سعادتك. شكرا. شكرا جزيلا. العفو. شكرا جزيلا استاذ محمد. تفضل، مايك مفتوح. اخر سالين محمد كي، مايك مفتوح تفضل. محمد كي تفضل. يمكن هو اتوقع خارج المنصه. عندنا من رائد، تفضل رائد، مايك مفتوح. رياض لا رعد. رعد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله حبيبي كابتن مشتاق. تحياتي من ألمانيا. الله يسلمك، شرفتنا. شلونك دكتور أحمد، شخبارك؟ الله يسلمك حبيبي أبو سجاد الغالي. تحياتي لكل الشباب الموجودين والمدربين الأخوة الأعزاء. يسلمك ربي. ردت بس أعرج على كلام الدكتور أحمد باعتباره يعني سوى دورة هنا بلايبزيك وشاف كيفية المدرسة الألمانية في تدريب الفئات العمرية. فأني حقيقة أريد أوضح أنه عندي ابني هسه عمره 16 سنة، بدأ كرة اليد من عمر 6 سنوات. فأني خلال من 6 إلى حوالي 10 سنوات هاي أنا متابعة، فأروح للتمرين أشوفه. فلاحظت بأنه من هم صغار يعلموهم شلون حتى يمن يسقط، يمن يوقع من الزاوية أو يوقع من الستة شلون يحمي نفسه. يعني هاي أنا أحكيها عن خبرة باعتباري 10 سنوات لعب منتخب وطني وقبلها لعب ناشئين وشباب. يعني حقيقة إحنا في وقتنا ما كان عندنا مدربين كانوا هم أساساً لاعبين كرة يد، فهذا افتهمه. اوكي، افتهمه بانه هو اساسا لانه حقيقه فاقد الشيء لا يعطيه. انت الشغله مو يمك، وبعدين صرت مدرب وما اريد اقول شنو اللي كانوا، اكثرهم كانوا اصلا يعني غير مدربين، غير العاب، وصاروا مدربين كره يد. لكن بعد هاي الفتره عندنا لاعبين كثيرين من لاعبين المنتخبات الوطنيه صاروا مدربين. فلحد الآن وحسب علمي يعني، وأني أسأل اللاعبين المنتخبات، أسأل اللاعبين الأندية الدرجة الأولى، إنه المدرب يعلمك شلون توقع إما توقع شلون تحمي نفسك، يعلمك شلون تحمي الكاحل مالتك بالتمارين، تسوي تمارين توافق عصبي عضلي، تسوي تمارين توازن، ماكو شيء. إذا أكو مسألة الحقيقة، يعني إحنا الدورة اللي راح بيها الدكتور أحمد وقبلها يمكن وراها الكابتن إبراهيم خنجر ويا شو اسمه لاعب على بالضبط، يعني راحوا. يعني إحنا المفروض يا أخي هذول يجوا من ألمانيا 6 شهور هناك اشتغلوا على أكثر شيء أخذوا على الفئات العمرية. أنا أتذكر كنت بالعراق ودكتور أحمد سوى محاضرة في كلية التربية الرياضية على الأمور اللي أخذها. أنا جاي من ألمانيا زيارة، رحت شفت المحاضرة، والله العظيم ما شفت كم لاعب، 1 2 3 جايين من المدربين، وكأنه يستنكف يجي يشوف الدكتور أحمد يلقى محاضرة على مود يستفيد منها. إحنا
احنا لو نبقى دكتور احمد، دكتور اقبال، دكتور رعد، دكتور حيدر، ما شاء الله كلهم دكاتره وكلهم كانوا لاعبين منتخب وطني يا اخي، ولاعبين كره يد، مو كانوا لاعبين ساحه وميدان او لاعبين كره ماء او لاعبين كره قدم وجو وصاروا مدربين، لا لا، لاعبين كره يد ومنتخبات واكاديميين. زين ايش وقت ياخذون مكانهم يا اخي هذول؟ ايش وقت هذا نداء؟ يمكن واحد انا يعني لانه ما شفت الحضور الموجودين زين بالورشه، بس هذا نداء اذا اكو لاعبين اتهمهم كره اليد، لانه انا مبح صوتي صار لي اكثر من 15 سنه احكي زين، بس بعدين بالاخير انا اسف للاطاله، بس اكو شيء بقلبي لازم اطلعه يعني، واني هنا بالغربه صار لي 20 سنه ها وقاعد اقاتل في سبيل كره اليد العراقيه، بالاخير اطلع اني جنسيتي المانيه وما يحق لي اتدخل بالشؤون العراقيه او بالشان العراقي. رجاء من كل الاكاديميين، رجاء من كل اسره كره اليد، رجاء من كل واحد يحب العراق ويحب كره اليد العراقيه، ان ينطون الناس الاكاديميين والناس اللي كانوا لاعبين كره يد ولاعبين منتخبات ان يعطوهم مكانهم لكي ترجع كره اليد العراقيه الى وقتها الذهبي. وشكرا واسف على الاطاله. شكرا كابتن، عكس كابتن، شكرا على هاي المناشده حضرتك يعني، بس مداخله بسيطه دكتور طارق على احمد كابتن رعد الغالي، طبعا هم اللاعبين المنتخب البارزين وبنادي الرشيد صراحه، وماكو احد يقدر ينكر اسمه من بين هو اللي يحكي بحرقه على كره اليد العراقيه. دكتور رعد ايضا اريد اقول لك انه الدكتور طارق اللي يدير الجلسه ايضا هم يجي اللايف باختصاص كره الطائره، وهو من البارزين على مستوى وصعيد لعبته، وهواي اخوان اجوا الى لايبزيغ صراحه. مثل ما قلت بانه الالمان يعني من عمر 6 الى 7 سنوات يبدون يعطوا يعني تمرينات شامله وكامله طبعا على كل الالعاب، الغايه والهدف الاساسي هو تطوير القدرات التوافقيه، ومنها انه هاي يستخدم هذه الكرات الطبيه وغيرها، العفو الكرات الاسفنجيه وادوات التوازن من اجل وصول الى اعلى مستوى من القدرات التوافقيه. بينما احنا هنا ممكن قد يجي عمر 12 او 13 سنه يستقبلون الطفل، انه هاي المرحله الذهبيه هي مرت عليه، وبالتالي من الصعب ان نقول هذه انه مركز او الموهبه، المركز الوطني رعايه الموهبه الرياضيه، فاي موهبه انه هي داخليه انه انت بعض الالعاب تجيبها ب 12 13 سنه وهو قد مرت عليه هذه المرحله الكبيره، فمن الصعب جدا يصير لاعب كره يد ولكن على مستوى محلي على مستوى انديه احتياليه، لكن من الصعب ان يصل الى مستويات عاليه. ومثل ما قلت جبت مثل لاعب من الزاويه والسقوط، يعني انا اكبر مثال على اللاعب الشايد، لاعب نادي فريق الطلبه اللي لعب الموسم الاخير صراحه يمتلك يعني هذا يبرز دورنا هنا بطرق هذه المحاضره، هو احد طلاب كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه صراحه، يمتلك جسم رائع، كمال جسماني رائع، في مباراه الوديه مع فريق دياله صعد من الزاويه بدون اي احتكاك وهبط على قدمه وصار راسا عنده تمزق بالغضروف او الرباط، هو حاليا سوى عمليه ويمكن هسه بيرجع عمليه تاهيل. ها فاللي نريد نوصل له هو ليس في العضله الكبيره وليس بالقوه وليس اني والله يوميا اروح لاجم، وانما هناك قدرات توافقيه كبيره، هناك تمارين لها اهميه اكبر من هذه الاوزان اللي يلقوها اللاعبين لهاي الادوات، وبالتالي تقوي هذه الاربطه والاوتار وراح يزيد لي من عمليه التوافق والانسجام بين المفاصل، وبالتالي تقلل لي اهم خطوره هي خطوره الاصابه. شكرا وتقدير مره ثانيه الى كابتن رعد، واتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. بارك الله. شكرا دكتور احمد. اخر السائلين دكتور حيدر غازي. دكتور حيدر انا يعني فتحت لك المايك والله اكثر من مره، فنجرب هالمره. دكتور حيدر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كافي الله يسلمك. بداية كل الحب والتقدير إلى جامعة بغداد كلية التربية والبدنية وعلوم الرياضة على إقامة هذه الورشة القيمة، والشكر والتقدير إلى دكتور طارق وأخي وزميلي دكتور أحمد المحترم على الجهود المبذولة لإقامة هذه الورشة.
هناك مداخلة بسيطة حتى لا أطيل أخي وزميلي المحترم دكتور أحمد. وجهة نظر أنه القدرات التوافقية اللي تعطى من خلال تمرينات التوازن، أنا وجهة نظري أنه في الأعمار الصغار السن اللي هم دون الناشئين، أعتقد أنه من المفضل أنه تعطى وحدات تدريبية مستقلة لهذه الأعمار. وأنا أحب أسمع وجهة نظرك أخي وزميلي المحترم دكتور أحمد، شكرا جزيلا. حبيبي دكتور حيدر، شرفتنا طبعا، التقامة علمية كبيرة ودمجت ما بين الرياضة صدقنا هسه الكابتن رعد، وخصوصا قلنا يعني أعرف مدرستين، المدرسة العمانية والفرنسية، بأنه هناك وحدات تدريبية خاصة وخصوصا لهذه الفئات من 6 وخصوصا تبدي من 9 ايضا الى 11 او 12 سنه، بانه يستخدم ليس انه هذه التمرينات تخصصيه بكره اليد او بكره القدم او بكره تكون عامه، بعدها يبدون بالتخصص بعمر 11 او 12 سنه، لكن هو الاهم انه انت بهذه المرحله وهذه المرحله العمريه انه كيف تطور القدرات التوافقيه بصوره عامه لكي تاهلك للدخول في اي لعبه او فعاليه حسب مواصفاتك الجسمانيه، مواصفاتك النفسيه، مواصفاتك المهاريه. بالفعل تكون وحدات تدريبيه لا تزيد عن 45 دقيقه، لان هذه تعتمد على كفاءه الجهاز العصبي. وبالاضافه الى النقطه الثانيه اللي عندهم مثل ما قلناها، انه ما تبتعد بين وحده ووحده سبعه ايام على مود لا يحصل فقدان، وبالتالي تبنى برامج حركيه وقدرات توافقيه عاليه المستوى. شكرا جزيلا اخي العزيز، شكرا جزيلا. الله يسلمك، الله يسلمك حبيبي. شكرا جزيلا. طبعا بنهايه الورشه يعني شكري وتقديري للدكتور احمد خميس على هذه المحاضره القيمه. وبالنسبه للاخوان اللي ما سالوا، ان شاء الله بكره محاضره الدكتور رعد خنجر، وان شاء الله تصير فرصه انه يصير مداخلات واسئله. وبنهاية المحاضرة أترك المايك الزميلي دكتور أحمد على كلمة أخيرة. تفضل دكتور أحمد. أشكرك حبيبي دكتور طارق، وأشكر طبعاً عمالة كلية المدينة وعلوم الرياضة، وأشكر على كافة المقيمين على المنصة الصراحة الإلكترونية، وهم الجنود المجهولين بصراحة خلال هذه الفترة الجائحة، وصار الأذى الأكبر صراحة عليهم في سواء في المحاضرات، الورشات، الندوات، بالإضافة إلى الامتحانات الخاصة بالدراسات العليا والأولية. طبعاً أشكركم شكر خاص، وأتمنى لكم كل التوفيق. هاي من جانب آخر شكري وتقديري لجميع المشاركين صراحة اللي ميلت هذه الورشة بمشاركين من العراق ومن الوطن العربي ومن مختلف دول العالم المقتربين. بالإضافة إنه شملت هذه الورشة إنه ناس أكاديميين وناس مدربين وناس مدربين على مستوى أندية ومنتخبات وعلى مستوى التربيات وزارة التربية وعلى منتخبات جامعة. أتمنى أن أكون أعطيت هذه المحاضرة وهذه الورشة حقها، وأن حققوا المشاركين استفادة منها، وأتمنى إن شاء الله للجميع التوفيق. ان شاء الله. انا طبعا اعتذر من السائلين كابتن نجدت صديقي وكابتن هيثم، اعتذر من عندكم. ان شاء الله بكره يكون لكم المجال بمحاضره الدكتور رعد، التسجيل لمره واحده فقط والشهاده تصل على الايميل. شكرا لجميع المشاركين الاخوان، امسيه سعيده. شكرا دكتور احمد، وتصبحون على الف خير. شكرا جزيلا، مع السلامه.